مثلا نسميه ابلكيشن 2 باي ديفولت. اجي هنا الاقي عندي ممكن اختار بلانك ابلكيشن او جريد او سبيلت ابلكيشن. هنختار بلانك ابلكيشن مترو ستايل اب بس اوكي. هو دلوقتي بيجنريت الابلكيشن بتاعي بيجنريت السولوشن اكسبلورر. هاجي هنا على اليمين عند السولوشن اكسبلورر الاقي فيه البروبرتيز بتاعت الابلكيشن بتاعتي والريفرنس اللي معملها امبورت جوه الابلكيشن. هو باي ديفولت بيعمل الدوت نت فور مترو ستايل اب والويندوز دي ال ال جوه الريفرنسز. هلاقي هنا الاسيتس ده اللوجو بتاع الابلكيشن والسمول لوجو والسبلاش سكرين دي لو قبل ما الابلكيشن بتاعك يلود على طول الصوره اللي بتظهر هي دي السبلاش سكرين. والستور لوجو اللوجو بتاعت الستور لو هتحط الابلكيشن بتاعك على الستور. وهنا في الكومن دي كلاسز مايكروسوفت عاملاها عشان ممكن تستخدمها على طول فيها لاي اوت وكده. بعد كده الاب دوت زامل دي فيها البيزكس بتاعت الابلكيشن بتاعتك لو هتعمل ديفاين لجلوبال ستايلز او مثلا عاوز تحدد انهي بيج عندك في الابلكيشن هي اللي ترن فيرست. بعد كده هنا هتلاقي البلانك بيج البيج الاساسيه بتاعتنا. بعد كده في المانيفست. المانيفست هنا لما هنبص عليه هيقول لك النوع الابلكيشن بتاعك عاوز يبقى لاندسكيب ولا بورتري ولا عامل ازاي. لو لعبه مثلا بيبقى لاندسكيب يبقى افضل لها. لو ابلكيشن كل ابلكيشن وليه الستايل بتاعه. نيجي عند اللوجو هنا ممكن نعمل براوز لاي لوجو احنا عاوزينه بس اهم حاجه يبقى اللوجو اللوجو يبقى 150 في 150. لو حطيت اي حاجه اكبر من كده هيطلع لك ايرور. والوايد لوجو نفس الكلام لازم يبقى 310 في 150 والسمول لوجو نفس 30 في 30. ممكن هنا تحت في الباك جراوند ممكن اغير الباك جراوند بتاعي. تعال نشوف البلانك بيج بتاعتنا البيج الاساسيه. هو هنا بيعمل لود للديزاينر. تعال نشوف الزامل كود. هو هنا في الزامل معرف بيج وجواها جريد اللي هي اللاي اوت اللي هتشيل الكومبوننت بتاعتي. والسي شارب الكود ده معمول بالسي شارب ده اللوجيك بتاعي. تعال نشوف الديزاين. هو هنا بيقول لي الابلكيشن الحاجات بتاعتي بتبقى محطوطه فين. ده زي بيعمل سيموليت للابلكيشن. انا مثلا هنا عاوزه مثلا بنسبه يبقى بنسبه مثلا 50 عشان ابقى شايف الشاشه كلها بتاعت الابلكيشن. انا دلوقتي مثلا عاوز اعمل ابلكيشن في بوتن وليبل. اول ما بعمل كليك على البوتن التكست بتاع الليبل بيتغير. انا تعالى نقعد بوتن كده. هاجي هنا عند الجريد اعمل بوتن سميه بوتن والكونتنت الكلام اللي مكتوب فيه اقول مثلا كليك مي والهوريزونتال الاينمنت بتاع سنتر والفيرتيكال برضه سنتر. هلاقي هحط لي البوتن بتاعي هنا في النص. ممكن احطه بقى احط البوزيشن بتاعه في اي حته انا عاوزها. تعالوا نعمل اد ليبل مثلا الليبل في السيلفر لايت اسمها تكست بلوك النيم بتاعها ليبل والتكست بتاعها مثلا هاي ويندوز 8. نيجي مثلا هورزونتال الالاينمنت بتاعتها سنتر والفيرتيكال سنتر برضو. بعد ما نحطها تعالى نحطها جنب البوتن فوق مثلا نكبر السايز بتاعتها بحيث نيجي لما نكتب اي تكست السايز بتاعها ما يضايقناش واحنا في التكست او يمسح اي حاجه كده. انا عملت الابلكيشن حطيت البوتن والليبل. طب انا مثلا عاوز اغير الفور جراوند بتاعت الليبل او البوتن. هاجي هنا عند البروبرتيز هلاقي كل البروبرتيز اللي انا عاوزها. انا ممكن اغير اي حاجه سواء كان في البوتن او في الجريد بتاعتي. انا البروبرتيز هغير ممكن اغير كل حاجه اللي انا عاوزها البراش والابيرنس. طب انا دلوقتي عاوز اعمل ايفنت اول ما اعمل كليك على البوتن الليبل بتاعتها تتغير. انا ممكن اعمل كده اللي انا اجي عند الفلزام الكود هنا واعمل كليك. هو هيقول لي في كليك. هو هيجي يقول لي كليك ايفنت بتاعك لو دوست انتر هيعمل جنريت لي. او ممكن اجي عندي بروبرز هاجي هنا هلاقي علامه المفك دي وبعد كده علامه البر. علامه البر دي معناها الايفنتات. هلاقي هنا عندي كل الايفنتات اللي ممكن اعملها كي داون لو السايز بتاعه اتغير لو ممكن اعمل عليه كليك. احنا طبعا عاوزين نختار كليك هنعمل عليها دبل كليك
هتودينا للسي شارب كود اللي احنا ممكن نستخدم فيه نكتب فيه اللوجيك بتاعنا. انا عاوز اعمل ايه؟ عاوز اعمل غير لي التكست بتاع الليبل 1، فانا اقول ليبل 1 دوت تكست ايكوال اي لاف ويندوز 8 مترو ستايل اب. كده انا عملت رن الابلكيشن، الابلكيشن بتاعي هيظهر. طب انا مثلا دلوقتي عاوز اعمل ابلكيشن، ارن الابلكيشن، هلاقي عندي اختيارين، ممكن اعمله سيموليت على تابلت، فيرتشوال تابلت كده بيظهر لي بيبقى عليه ويندوز 8 بتاعي اللي هو ده التابلت بتاعي بيبقى عليه الابلكيشن، الابلكيشن بتاعي هعمل كليك مثلا هيقول لي التكست هنا داير I love Windows 8 Metro Style App. طب انا مثلا مش عاوز اعمل تيست على السيميوليت، عاوز اجرب على الابلكيشن على الويندوز 8 بتاعي، هلاقي على اللوكال ماشين، نختار اللوكال ماشين ونعمل رن. هلاقي هنا الابلكيشن بتاعي فتح، اول ما ادوس على كليك مي هلاقي I love Windows 8 Metro Style App. لحد هنا الفيديو بتاعنا هيخلص، ان شاء الله الفيديو الجاي هنتعلم ازاي نحط منيو للابلكيشن اللي هي فيها الاكزيت او اي بوتون احنا عاوزينه. شكرا وارجو نكون افدتكم.